مرحبا بكم وأهلا وسهلا لكل أصدقائنا الجايين من الصباح ومشرفينا حتى يسمعون يعني حديث الساعة. نتكلم عن حديث الساعة اللي يكون هي حلقة جديدة طبعا للجسور، فكرنا نقدمها كل أسبوع بنفس اللي تطلع على الساحة يعني لمدة نص ساعة لساعة مجرد على أساس نكون يعني على اتصال معاكم، وأيضا نشرح نشوف الأشياء. مثلا ممكن نعمل دراسة إحنا على الأشياء اللي قاعد تصير خصوصا من مع الأزمة مع الكورونا، وإحنا ممكن مثلا نعطيكم بعض هذه الأفكار كصوت شوية عاقل بين الأصوات اللي الصراحة يعني تصم الأذن بجميع أنواعها. أهلا وسهلا بزميلتي وحبيبتي نمياء. Your greeting. مساء الخير، مساء الخير روبي، مساء الخير لكل الموجودين على الشات. مثل ما قالت روبي، احنا راح نقدم مواضيع. انا لست من الاختصاص، روبي كذلك لست من الاختصاص، انا لست طبيبة، لكن احنا اثنين عندنا اهتمام بهذه المواضيع، يعجبنا نعرف بها، يعجبنا نتعمق فيها، ويعجبنا ناخذ من مصادر مختلفة. هذا المهم، انه ما نحدد نفسنا بمصدر واحد أو جهة واحدة أو فكرة أو رأي واحد، وإنما نحاول نكون متعادلين، نأخذ من المعلومات اللي موجودة. طبعا لازم تكون معلومات موثقة، أنا يعني هذه أقدرها جدا وأعترف بهذا الشيء، لازم يكون المصدر موثوق وصحيح، وواحد شوية يسوي عليه ريسيرش أو يبحث عن المعلومات حتى يتأكد هل هذه المعلومة معقولة صحيحة، شنو نسبتها من الخطأ أو من الاحتمالية وحسب اللي موجود. فمثل ما قلنا احنا، انا يعني حاولت احصل معلومات عن مثلا هسه اليوم راح يكون موضوعنا مثل ما قالت روبي عن الموضوع الساعة المهم اللي هو الوباء اللي موجود بين الموجود بكل العالم، واللي هو اكيد ليس سهلا، ونشوف شنو التقدم اللي صار، ماذا حدث اخيرا، ما هو الفرق بين هالاسبوع والاسبوع الماضي من التغييرات اللي حصلت من المعلومات اللي وصلتنا. هذا هو الغرض من هاي الحلقات اللي موجودة. نعم. روبي الصوت، الصورة اللي تتقط شوية تقطعت ما كم مرة عندك، أنا والصوت قاعدة بس لا. بكمبيوتري، قلت لك اليوم كانت عندي مشكلة اي عشان كذا اوكي أخرت اوكي أنزل، لا هو واضح جدا، أنا بس لا سويت يصير شيء ريستارت، سويت له ريستارت. بالضبط. اوكي أوكي. سو أيضا من المهم إني يعني أقول هالشيء. أنتوا أيضا لما تسمعون شيء احنا نقوله ايضا تشيكوا من ورانا. يعني مثلا شلون ممكن تشيك من ورا الشخص انك مثلا يقول مثلا هايدروكسو كلوروكوين مثلا زين او علاج جيد، انت ممكن بالجوجل تكتب العكس. يعني لما تدور حط فوق هايدروكسو كلوروكوين خطر أو أنه الصوت الصورة قاعد تروح صح؟ قاعد أوكي. أنا ده أطلع تجمد وأدخل، يعني. أنا أطلع وأدخل، أنت كملي أوكي؟ اوكي. إذن فقط معلومات انه عن الكورونا، انه اولا 80% من الناس اللي يصابون بهذا الفيروس لا يحتاجون أي مستشفى أو أي تدخل طبي. فالأمل كبير أكثر، يعني اللي ذكرته فقط الآن روبي تسمعيني، إيه إنه 80% من اللي يصابون في الحقيقة بهذا الفيروس من مجموع السكان العالم عادة ما يحتاج لا طبيب ولا إدخال مستشفى ولا شيء. فهذا أولا بداية الموضوع هي جيدة جدا، على الأقل 80، يعني الأغلبية لا نحتاج أي شيء. يبقى لكن
اللي الكثيرين أو 20% راح يحتاجون دواء ويحتاجون رعاية طبية أو يحتاجون مناعة، وهذا الشيء اللي قلق الناس كلها ويقلقنا إحنا كمان، وإحنا فاهمين بالضبط. أنا دا أفهم شعور كل شخص اللي هو معرض إنه يتأذى من هذا المرض، ولهذا السبب الكل يبحثون عن ما هو العلاج، ماذا نعمل، ماذا نفعل، وهذا شيء يعني عادي جدا وطبيعي جدا إنه القلق اللي موجود عند العالم، وهذا اللي فهمته كل الحكومات وفهمته كل شركات الأدوية وكل الباحثين، لأن الموضوع هو سؤال يعني منطقي و يعني مقبول جدا هذا السؤال. لكن الشيء اللي الجيد انه بالموضوع انه احنا نعرف وين راح نروح نبحث لحل لهذا المرض. ليش؟ لان في الوقت الحالي اكو اكثر من 60 دواء او مركب كيميائي في حاله انه للتجربه، فاذا يعني العدد لا باس به. هناك عدة مركبات في كل العالم تجرب ويقوم عليها، يا إما تجارب مختبرية أو تجارب يعني clinical trials اللي هي تجارب طبية على مرضى في العالم، أكثر من 60 واحد، منها جديدة ومنها مركبات قديمة. هي شنو؟ إنه فكروا العلماء أنه هناك بعض المواد الكيميائية أو الأدوية اللي إلها علاقة بالفيروسات أو إلها علاقة بالجهاز المناعي للإنسان تستعمل لفيروسات أخرى، فبدل ما يروحون يبدون يسوون العجلة من جديد، المنطق أنه يجربون هذه الأدوية اللي موجودة في السوق الآن. هذه الأدوية يا إما فقدت مفعوليتها أو لم تستطع، يعني كانت في السابق هي ضد مرض معين والآن ليست فعالة، على الأقل هي أدوية مرخص لها رسميا، وفي وقتها كانت هناك تجارب عليها وكانت ناجحة وأمينة من ناحية ما. فهذا السبب إنه خلوا العلماء يرجعون للمخازن مالتهم ويطلعون شكو أدوية على صفحة، خلي نجربها لأن الحالة طارئة جدا ويحتاجنا يعني حركة سريعة في وجود حل لهذا الشيء. بس أحب قبل ما نبدي على أي دواء، نعم تفضلي، قبل ما تقاطعيني دائما روبي، معلش قاطعك لأن أكيد. بس بقيت أنوه أن هذه حالة اضطرارية، يعني مش هذه مش الطريقة اللي العالم يتعامل مع الأدوية وكيفية اختراع الأدوية الجديدة أو الأمصال. تفضلي. وهي طبعا اكتشاف دواء لجديد أو تنزيله للسوق أو تجربة هي ليست أمر سهل، لازم نعرف إحنا بالضبط أولا ماذا نريد، ماذا نريد من هذا الدواء، ما هو تأثيره على الشخص اللي راح ياخذه، وما تأثيره لاحقا على هذا الشخص أيضا. فهناك كثير من الأمور يجب الإجابة عليها قبل ما نروح نجيب دواء ونجربه على الناس بأي شيء. وبعدين لازم نعرف بالضبط ماذا يحصل في الجسم لما يدخل الفيروس إلى داخل الجسم. هي هذه الحكاية أكيد انعادت عدة مرات والكثير سمعوها، لكن أنا أحبذ أنه أقولها أو أقولها بتفصيل وبتفصيل نوع سهل حتى إلي أنا ممكن أفهمه بهذا الشيء. الفيروس يدخل إلى جسم الإنسان، رأساً راح يروح يدخل إلى داخل الخلايا، هنا الخلايا اللي هي في الرئة في حالة صديقنا فيروس الكورونا، راح يدخل إلى داخل الخلايا. ماذا يعمل في داخل الخلية؟ راح يسيطر على ماكينة هذه الخلية، الماكينة اللي تسوي البروتين، ويبدي يستنسخ نفسه ويبدأ هو يستغل يعني استغلال للخلية حتى هو يتكاثر داخل الخلية، ويبدي يستنسخ نفسه بالملايين في داخل الخلية. ثم بعد ذلك هذه العدد الكبيرة من الفيروسات تبدأ تخرج من الخلية وتذهب وتصيب خلايا أخرى في المجاورة لها، فهذه تبدي الإصابة تنتشر في داخل الجسم. خلايا المناعة في جسمنا، احنا كلنا عندنا جهاز مناعي بخلايا عديدة مثل الشرطي في داخل المدينة. يذهب هذه الخلايا المناعة أول ما تكتشف أن هناك جسم غريب في داخل الجسم، تبدأ تعمل تحاول تسوي تضرب الألارم، تضرب جرس الإنذار.
أول ما تضرب هذه الخلايا المناعية، لما تكتشف إنه الفاير هناك جسم غريب، هذا الإنذار يكون على عن طريق إصدار مادة كيميائية في الجسم اللي هي اسمها السيتوكينز. هاي السيتوكينز لما تبدي، كل السيتوكينز تبدي تنطي إنذارات أخرى لكل خلايا المناعة في الجسم إنه تعالوا إلى المكان الفلاني، هناك شخص غريب أو جسم غريب أو فيروس غريب في الجسم، لازم نبدي نحاربه. هذا الجزء الأول. فهذا الهجوم من خلايا المناعية إلى مكان وجود الإصابة هو ما في بعض الأحيان يقف حجر عثرة في طريق محاربة الفيروس. عفوا، في نعم، بس في شغلة قريتها بالهذا، قاعد يقولون في قناة إجهر، ما المفروض كانت هني وفي إجهر، أنا ما أدري ليش في إجهر ما طلعت، المفروض هني وإجهر تطلع على نفس الوقت، ممكن ما سويت الطريقة عدل. خلاص الحين نكمل هني، يعني مدى يعني لا يوجد على إجهر، بس مع إنه حاط الإعلان، موجود الإعلان. خلاص نحاول المرات الجاية نشوف شو الأشكال ونحلها، وتعالوا هني. أهلا وسهلا فيكم. نعم سوري. أوكي، لا بسيطة. فإذا نشوف شنو صفة أو شنو دور جهاز المناعة هنا لما يكون هناك جسم غريب أو فيروس غريب في داخل خلايا الجسم. حسب تقارير الصين إنه 4 من كل 5 أشخاص جهاز مناعتهم يشتغل تام التام، ويروح يقضي على الفيروس ويصير كل شيء أوكي. يصير الشخص عنده يا إما أعراض بسيطة اللي هي هاي مثل الإنفلونزا، أو بدون أعراض ويتعافى ويرجع. وهذا بالتأكيد مثل ما نشوف هناك مثلا إصابات قبل كم يوم كانت في سويسرا، 800 شخص مصاب، 500 منهم تركوا المستشفى ورجعوا للبيت، أو ما دخلوا للمستشفى، راحوا للمستشفى فحصوا عندهم أعراض بسيطة رجعوهم للبيت. فإذا يعني هذا الأغلبية جهاز المناعة مالتنا إحنا يشتغل تمام التمام. لكن قسم من عندهم من هذه الهجمة مال المناعة وزيادة الفيروس. الفيروس طبعا هو أسرع من جهاز المناعة. الفيروس يتكاثر كل 8 ساعات، ويتكاثر 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 ويصير بالملايين. جهاز المناعة يحتاج ل 24 ساعة حتى أول ما يبدي يحس بوجود الجسم الغريب في الجسم، وبعدين يحتاج ل 3 أيام إلى أن يبدي يصير السيتوكينز، وتبدي كل الخلايا المناعية تذهب إلى مكان الخطر وتحاول أن تسيطر عليه. فإذا الفيروس هو ده يسبق الجسم أسرع منه، وهو في الأمام، والجهاز المناعة ده يركض وراء وده يحاول يغطي على المشكلة اللي صارت. في بعض الأحيان شو يسوي جهاز المناعة؟ ده يشوف الأعراض اللي الأعراض اللي تبدي هسه تظهر. أوكي، تظهر وقت الجهاز المناعي يبدأ يعني. إيه بس ليش تظهر الأعراض؟ لأن جهاز المناعة حتى يحاول يحل المشكلة يقول للخلايا انتحروا، يقول للخلايا اقتلوا نفسكم حتى الفيروس لا يتكاثر في الداخل. هذه الكمية الكبيرة من الخلايا اللي راح تتجمع بالرئة، الكمية الكبيرة من هذا الدبرس من هالخلايا اللي موجودة، هي اللي تؤدي إلى البلوكج اللي موجود في التنفس في هذه الشعيرات الأوعية الدموية. جهاز المناعة هنا يسوي ينطي الأمر، وبدأ يحاول يوقف نفسه ويوقف، يصير عنده يسموها السيتوكين ستورم، كأنه عاصفة. عاصفة تهجم وتخلي الخلايا تذهب إلى مكان الإصابة وبدون سيطرة على الموضوع اللي دا يصير، يعني ما دا يقوم بواجبه على المضبوط. هذه واحدة من الأشياء. فشي يسوي هذا؟ يؤدي إلى التهابات، إلى تجمع هالخلايا الميتة، إلى الأعراض القوية، كأنه واحد هو المفروض كأنه واحد دايس على السيارة السرعة ومدى البريكات واقفة، مدى تتوقف السيارة. ليش؟ لأن جهاز المناعة مبالغ في تصرفه. هذه واحدة من الأعراض، هذه هي السيتوكين ستورمز اللي تحصل هناك.
أو مثلا كأنه الصوت كلش عالي وما دا يقدر يوطي الصوت وما دا يقدر يخلي التوازن بين هذا. روبي، هذا التوازن بين جهاز المناعة وبين الإصابات أخذ لملايين السنين من التطور حتى يوصل إلى هالمرحلة، حتى يعرف ما كيف يتصرف جهاز المناعة، ما هي إشكد الحدة اللي ضد أي فيروس حتى يقضي عليه، ومتى يتوقف ويرجع إلى الحال لما يشوفها. هذه نتيجة للتطور الكبير والأجسامنا تعودت على الأجل. لكن يعني نعم، بدون هذا التوازن الجهاز المناعي يمكن هو يقتل صاحبه. بالضبط، هاي المشكلة. لهذا السبب الأدوية تكون على 3 أنواع: أدوية ضد تكاثر الفيروس، أدوية توقف جهاز المناعة، وأدوية تحاول تخلي الأعراض اللي تصير ترجعها إلى مكانها. فهناك 3 أنواع، 3 مشاكل إحنا عندنا، مو مشكلة واحدة. وواحدة من الكبيرة جدا هي هذا جهاز المناعة اللي الأوتو إميون اللي يتخربط، واللي هي فيها كل السرطانات نفس الشيء. ليش يعني مريضين السرطان يكون عندهم أمراض مناعية؟ لأن جهاز المناعة دا يحاول يقضي على الخلايا السرطانية وما يتعرف عليها، يبدي يبالغ ويبدي يهجم أزيد من الهجوم، ما يتوقف ويبدي يأذي الجسم بنفسه. صحيح، هذه واحدة من الأشياء اللي بيها. يعني كأنه جهاز المناعة ده يبدي يخرج عن السيطرة ويبدي يجن، يبدي ما يقدر يسيطر على نفسه بطريقة، وهذه هي تؤدي إلى هذول الالتهابات الرئوية الحادة. طيب خلينا نتكلم عن الأدوية اللي يقولون عنها أنها يعني علاج سوفار أو طرق العلاج. يعني في واحدة منهم اللي هيدروكسيكلوروكين هذا من ناحية، وفي بعد هذا ومع أنتيبيوتك بعد، هذا بعد دراسة، وأيضا في دراسة ثانية بعد شنو حبة البركة. أوكي، هذه أنا ما أعرف عنها، ما حصلت عليها أي مصدر هذه بالحقيقة. وكمان في أخذ الدم المصاب، المصل من دم الذي شفي من المرض. بالضبط، هذه هم طريقة جربوها بالصين على عدة مرضى. شوفي، هم الناس إيدهم مربوطة، يريدوا لهم أي حل بأي طريقة. فواحدة من الحلول إنه إحنا نحتاج، لأن الجسم يسوي لما يدخل جسم غريب لعدنا إحنا نسوي أجسام مناعية ضده، أنتيبوديز. فهذا الشخص اللي داي طيب من المرض أكيد سوى أجسام مناعية في داخل الدم مالته أو في المصل. عادة يأخذون الدم ويرسبوا لي جوا، يصير الأحمر اللي جوا والفوق السائل الأصفر اللي هو المصل اللي بيه كل الأنتيبوديز. أي لكن روبي، هل تعرفين كم أعداد الأنتيبوديز موجودة في مصل شخص واحد؟ ملايين، إذا ما كانت بلايين. أي وحدة هي مال الكورونا؟ تعالي، هذا هو لازم يروحون يدورون، كأنه دا يدورون على إبرة في قش. في بس هذولي حسب وزارة الصحة بالكويت قاعدين يطلبون من الناس اللي اوريدي شفوا يجون يتبرعون بالدم. هم ينطوهم إياه بطريقة يعني عمياء، ماكو، لأن ما يعرفون هي واهو هي المهم. الشيء اللي يكون النتيجة الذهبية إنه يعرفون بالضبط هو هذا الأنتيبودي، هذه هي هذا الشكل هذا، ويبدون يكثروه، وذاك الوقت أنت تنطين أنتيبودي بيور للشخص المصاب. لكن بهالطريقة هم ما يعرفون ياهو هي الأنتيبوديز في داخل هذا المصل، فده ينطون المصل كله على فوق على السن. هل في خطورة إذا يعطونا؟ طبعاً أكيد، بأشياء ممكن يصير كذلك. الجسم يرفضها، يكون عنده مناعة ضدها، ما يتقبلها. بس لكن هم دا ينطوها للحالات اللي فعلا يعني تعيسة ويحتاج لها، ما عندهم غير حل آخر. لكن في بعض الأحيان انطت نتائج، لكن ليس في كلها، وإلا كان سووها بكل المكانات. لماذا لا ليسوا؟ لأن هي سهلة، مثل ما قلنا من 800-500 كلهم دا يرجعون للبيت وكلهم فارد عندهم مناعة، دم موجود.
ومصل وموجود، لكن الظاهر ايضا هي ليست. شوفي اذا انت تسالين اليوم 10 مستشفيات ما هو الدواء اللي تعطوه اليوم او ماذا كيف تعالجون مرضاكم اليوم، راح تجي لك 10 اجابات مختلفه يا روبي. كل مكان دا يسوي شيء جديد. الفيروس هذا بعد حديث الولاده لا زلنا نعرف الكثير من عنده، بس والكل بالشكل الشيء الايجابي ان حلو هنالك تنافس علمي، احس فعلا فعلا في تعاون علمي وفي تنافس علمي ايضا. نعم نعم اكيد بالتاكيد هذا الشيء الرائع اللي بالموجود. يعني مثلا هسه الهيدروكلوروكين والكلوروكين والثالث اكو نوع ثالث اسمه اسمه هني لا هو it's an antibody it's antibody yeah antibiotic الانتي انتيبايوتيك قصدي اي اسمه لحظه كنت كاتبه اسمه مني فيها ازيترومينسين بالضبط هذول الثلاثه هذا انتيبيوتيك اللي يعتقدون انه ايضا في مواد يسووه بكومبينيشن الظاهر يعطوه معه معه بكومبينيشن بثلاثتهم مع بعض. وال ال 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 وين هذا الموضوع هنا انا كان عندي فتشينا عن هذا الدراسات الان بالوقت الحالي انه أزيثروميسين ينطوه بعد 10 أيام من العلاج. أطباء بفرنسا أطباء بفرنسا سووا تجربة ل 26 مريض بالكوفيد 19 انطوهم الهيدروكسيكلوروكين 3 مرات باليوم وبعضهم بالإضافة انطوهم الأزيثروميسين. بعد 10 أيام من العلاج كانت كمية الفيروس في جسم قسم من هذه المرضى أقل من اللي ما استلموا العلاج. بالضبط هاي الدراسة الصغيرة اللي هي بس مجرد 26 طبيب مريض هي اللي أخذت انتباه الرئيس الأمريكي. هي هذه هي لحظة أنا عندي صورة لها خلها أحطها على أسوي شير سكرين معلش what the hell share screen select windows or allow ما ادري العاده ما يقول لي allow entire screen okay allow okay عسى بس يطلع okay طلع اهو طلع okay خل أعتقد موجود هني where did I okay ما راح أشغل هذا بس راح أوريكم إيه الحين بس تشوفينه لا الرسمة ما تشوفينها لا اوكي خل احاول كوبي اوكي خل احاول على الثاني هير بيست جو اتمنى يطلع كمان ممكن تكملين انت عساس لا اوكي بس على الهيدروكسيكلوروكين اولا هو كان هي هذه الدراسه البسيطه اللي كانت في فرنسا واللي كانت نتائجها في بدايه في شهر الثالث هي اللي اخذت انتباه الرئيس الامريكي. فاوتشي ما كان راضي عن التعليق اللي قاله لان كانت مجرد سريعه جدا بدون لان من سوري بينت؟ لا ما بينت بس معنا صوت. اوكي خلا اشوف. الحين دقيقة. يس هسه رح يبجي. ايوه الان.
اوكي تشوفين الرسمه؟ اي بالضبط. اوكي هذا هذه نتائج الدراسه اللي تعملت في فرنسا بالضبط. وعندك هني percentage of patients with PCR positive samples. اوكي زين. اللي وبعدين هني كان الديوريشن طبعا الايام. خلينا نترجم هذه برسنتج الناس الاشخاص الذي يعني صاروا كانوا بوزيتيف عندهم هذا. اوكي هذا الاسود اعتقد. اوكي maybe we can listen a little bit. ما اعتقد يسوي شيء لان مو مكتوب هني هذا بلا كاكا سوري شوفي الاسود هذا هذا الكنترول. هذا للناس اللي ما حد يعرف عنهم حاطينهم بس ما انطوهم اي ماده ما اعطوهم اي شيء بس اللي قاعد يسوون التست ما يعرفون انه ما اعطوهم شيء زين يعني ترى هي ما كانت راندومايزد هي كانت دراسه مو دقيقه مجرد انه 26 مريض انطوهم اياه ما سووها مضبوطه لهذا السبب الانتقاد كثير عليها. نعم هني يقول 35 على فكرة يقول 35 أوكي أنا المصدر اللي أخذت من النيو ساينتست كان 26. أنت صح تعرفين ليش؟ لأن عددهم دروبت أوكي يعني حتى دراسة مشكلتها شنو؟ أوكي. إن هذا اللي ما عطوهم شيء واللي عطوهم هذا الأزرق اللي هو هيدروكسيكوين هذا اللي قال عليه ترامب هيدروكسيكلوروكين هذا نفس الشيء ملاحظة؟ أي. شفتي فهي ما كانت دقيقة لهذا السبب استعجل الرئيس الأمريكي وأعلن عن اسم هذا الدواء قبل ما يكون هناك أي يعني معلومات 100% صحيحة ومثبتة. والكومبينيشن هذا الأخضر فهم أزيثروميسين ونجح فخذوا أن الكومبينيشن هذا نجح وبالتالي هذا اللي هم الحين قاعدين يحاولون يسوقونه بس. نعم. هذه بدأت ب 35 وانتهت ب 26 لأن وايد ناس سووا دروب ويعني لو بتقيسين العدد الأصلي هذول طبعا مو هذول كنترول فهذول هم فقط فالمجموعة قليلة جدا. روبي الآن في نيويورك بدأت دراسة حتى لتقييم الهيدروكسيكلوروكين وبدت ب 24 مارس وتنتهي في نهاية هذا الشهر كذلك أو ما أدري إذا تنتهي بس المهم في 24 مارس بدت دراسة في نيويورك حتى يقيموه بنفسهم فإذا هسه يبدون إيه هو شيء زين يعني هو بالضبط يعني هو هاي تجربة أولية ما تقدر بس مبشرة ممكن نعم يعني ممكن نعم. مش completely out لكن في عندها مشاكل لازم يصير عليها دراسات أكثر وتجارب أكثر وأعداد أكبر يعني لهذا السبب تشوفين الدول اللي تسوي هالترايلز هي الصين أمريكا إسبانيا ومن كل قارة كان أكو وإنجلترا فديسون شو يسوون هي هاي المهم لان اذا ما تفيد انه هنا 25 مريض هناك 60 هناك 100 هنا 10 المفروض يجمعون كلهم مع بعض ويصير عندك عدد كبير وتكون دراسه منظمه من تعاون بين هذول الدول ذاك الوقت يكون نتيجه وهذا الشيء اللي جيد. فهسه دراسه مثلا وحده تشترك بها اربع دول العينات كلها تقوم بنفس يعني يا اما نفس الابروتش هذول مثلا العينات يقومون بهم بالدواء الفلاني هذه العينه او هذا المرضى ينطوهم التريتمنت الفلانيه مثلا العينات تنتقل بين هذول الدول مثلا ليشوفون الفيروس شنو نوع شنو البروتينات اللي بيه العينات الدم تنتقل بين هذه الدول حتى يشوفون بالمصل اي نوع من الانتي بوديز اللي موجوده. هذه هي الدراسات تعطينا اعداد كبيره اولا وتاخذ لها وقت لهذا السبب احنا ما نستعجل انه بكره راح يكون اكو دواء. احنا نريد دواء يكون ما بي اي تاثيرات جانبيه سيئه للمستقبل. احنا ما ندري تاثيرات هذا الدواء على الحوامل على النساء على الاطفال على الكبار بالسن على الناس اللي عندهم امراض اخرى لازم هاي كلها تجرب
تجرب وتتأكد منها. هذه يحتاج لها وقت، ولهذا السبب مو من المعقول إنه هسه بكرة راح يطلع الدواء، لازم نصبر، وبهالوقت لازم نعزل نفسنا، نحاول ما نخلي المرض ينتشر أكثر بالمجتمع، ونخلي هذا العزل يخلي الدولة تكون مسيطرة على مستشفياتها وعلى مكانات الطوارئ اللي بيها. صحيح. مثل ما قلتي، الطريقة الأخرى اللي هي من المصل أو نعم المصل من الدواء، هذه شركة كندية، هي شركة أبسليرا من فانكوفر، واللي هي قبل سوت في أسبوع واحد أكثر من 500، حصلت مضادات من يعني مصل من عدة مرضى اللي طابوا واللي تعافوا واللي عندهم أنتيبوديز في جسمهم. تحاول عزلت لحد الآن 500 أنتيبودي احتمال هو يكون له علاقة ليقضي على فيروس الكورونا. هذه 500 لازم تدرسها. تخيلي هذه 500 من ملايين الأنتيبوديز اللي موجودة في عينة دم واحدة، فالعمل هائل جدا ويحتاج لوقت، لكن هي طريقة. فش يسوون؟ قسم منهم يأخذون المصل ويعطوه كله إلى مريض، ويشوفون واحدة من هالملايين هي اللي تقضي على الكورونا. ممكن الفكرة هي إنه لو إحنا نعرف شكل هذا الأنتيبودي اللي ضد الفيروس، نقدر إحنا نصنعه بالمختبر ونكثره ونعطي بيور للمريض، ويروح هذا الأنتيبودي ويقضي على الفيروس. هاي هي النهاية. الأنتيبودي مو ممكن يطلعونه من واحد شفة مثلا؟ إيه بالي، بس شلون يعرفون؟ ما عندك ملايين وكلهم شكلهم نفس الشيء، هم ما راح يشوفوهم بالنظارات. إيه وهي لازم يعرفوهم بالضبط، إنه هو يجربون كلها يشوفون أي واحد. وهذا جيد، يعني شيء جيد فعلا. يعني هذه مثلا في 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 المجال العلمي احنا قاعد نتقدم بشكل يعني رهيب. ليش؟ لان الحاجه ام الاختراع اليوم فعلا. انت محتاج والناس قاعد تتنافس، لكن المشكله لما العلم يتسيس او يتدين، يعني المتدينين لا، ما لكم شغل بالعلم اليوم، شيلوا ايدكم من العلم بليز. سويتوا إناف مشاكل بالمجتمع وبالسايكولوجي، فخلوا العلماء الصجيين اللي عندهم في مجالاتهم هم يشتغلون، ورجال السياسة أرجوكم أيضا اخرجوا من هذا. ملاحظة أنت أن اليوم شوفي ترامب بعد ما قال على الدواء هذا، في ناس راحوا خذوا الدواء بالضبط. هاي النقطة، أمراض مثل شو اسمه اللوبس، عندهم أمراض ومحتاجين هذا الدواء، صاروا ما يلقونه بالصيدليات. بسبب شنو؟ الناس قامت توديها البيت وتخزنها عندها على أساس يمكن تحتاجه، وفي ناس خذوا بشكل جرعات عشوائي وجرعات كبيرة وماتوا. واحد مات على الأقل أنا عارفين. هو هذا الدواء كان يستعمل ضد الملاريا، طفيلي الملاريا، لكن وكان ناجح في وقته، لكن بمرور الوقت طفيلي الملاريا صارت عنده مناعة ضد هذا الدواء، لهذا السبب ما قاموا ينتجون منه بكميات كبيرة وحطوه بالمخزن، رجعوه مرة ثانية. لأن هو هذا الدواء، يعني هذه هي فكرة رائعة، لأن هذا الدواء موجود في دول العالم الثالث، موجود في الهند. الهند واحدة من الدول اللي تصنع هذا الدواء، بحيث يعني هي ممكن يرجعون هسه في الدول اللي بيها أمراض الملاريا، خصوصا في أفريقيا الدواء موجود في الصيدليات والناس يقدرون يشتروه بهالطريقة. لهذا السبب من وراء ما هاي الكلمة من الرئيس الأمريكي خلت الناس يروحون للصيدليات ويأخذون هذا الدواء، هسه منع، هسه دا يحاولون يسيطرون عليه، أنه الناس دا يأذون نفسهم باستعماله، لأن هو بالضبط. هناك دواء آخر روبي اللي هو الريمديسيفير، هو هذا كان يستعمل ضد الإيبولا في 2008 في 2018. أي شوفي تذكرين ال شو اسمها الكروز دايموند برينسس اللي كانت اللي صارت ستراندد باليابان، والأمريكان اللي كانوا بيها كان فيها تقريبا 300 شخص،
ومنهم 14 كانوا في حالة سيئة. لما رجعوا إلى أمريكا وكانوا هذول ال 14 شخص رأساً جربوا عليهم الريمديسيفير اللي جربوها عليها هذا. وهذا كان ليش جربوا، ليش فكروا به؟ أولاً هذا الدواء كان ضد الإيبولا، وهذا الدواء هو ضد أنتي فيرال لي كان يستخدم كذلك، جربوا ضد السارس وضد الميرس اللي هي كذلك ريتروفيروسز اللي هي كذلك تشبه الكورونا، كان إلها لكن لما تكون ناجحة. لهذا السبب شوفي الإنسان دي حاول دائما يشوف شنو أكو أنا عندي بالخزان مالتي خلي أجربه، وكان بيها نتيجة لا بأس بيها لقسم من هذول المرضى. لكن لحد الآن أنا أقول لك لا توجد الآن نتيجة 100% تقول لك هذا هو الدواء الفعال في الوقت الحالي. كل حالة خاصة. يا 14 شخص يعني مو كثير، مو كثير أبدا، بس المهم جربوه. اي جربوه وبعدين هو جيد، دواء يعني مصرح من نفسه طيب، من نفسه طيب. وهو بعدين ما سوى اي يعني مشاكل جانبية. ليش؟ لان هو دواء مصرح عليه، هو مجرب على الانسان، كانت في دراسات. فهذه الأشياء اللي تخليهم يروحون على أدوية موجودة في الوقت الحالي كانت مرخصة وبيها أمل، أحسن مما يبدون، أو هي ليست أحسن وإنما موازياً لي يبدون بالبداية باكتشاف دواء جديد. نعم، خلينا نتكلم، إيش رايك نتكلم عن اللي يتداولونه كثيراً هالأيام اللي هو الهيرد اميونيتي اللي هو مناعة القطيع. اوكي، بس قبلها فتشي واحد، انا اليوم كنت اقرا بالجريده عن مستشفى اللي موجوده هنا في المدينه اللي اني بيها، وكان يسالون الطبيب شنو الطريق، شنو ما هي الاعراض اللي تعالجون بها الكورونا، او شو الطبيب لما يجي المريض للمستشفى كان يقول من في السابق كانت اذا كانت هناك سعال جاف نقول هذا كورونا، اذا كان مجرد الم بالأعضاء وكأنه فلو نقول لا هذا ماكو شيء. لكن الآن صارت تغيرت الأمور، قال كل اللي يدخل للمستشفى أكو أمر، أكو كورونا عندهم سعال، أكو كورونا ما عندهم سعال، أكو كورونا عندهم ألم، عندهم التهاب بالحنجرة، أكو ضعف تام وأكو منهم بدون ضعف تام. لهذا السبب شي يسوون؟ أول فحص يعملوه يشوفون نسبة تشبع الدم بالأكسجين، يأخذون شوية من الدم ويشوفون النسبة، المفروض تكون 95%. إحنا إذا دمنا مشبع بالأكسجين معناها إحنا صحيين. لما ينزل أقل من 90%، 90% معناها أنا من أصعد الدرج راح أبدي أنهك، هذا يحتاج لأن ما عندي دمي غير مشبع بالأكسجين. فيقيسون هذه، من يشوفون الشخص عنده أقل من 90% أو أقل يخلوا له ماسك ويخلوا له أكسجين يدخل إلى جسمه بدون الشي يسموه الفنتيليتر، لا فقط أكسجين إله. إذا كان أكثر من 95 وهو عنده أعراض يقولوا له أرجع للبيت، إذا عنده 90% يخلوا له أكسجين بماسك. ليش يقول إحنا ما نحبث نستعمل الفنتيليتر؟ ليش؟ الفنتيليتر اللي يبقى عليها الطبيب المريض لمدة أسبوع أو أسبوعين تصير مشاكل كثيرة من التهابات ومن يعني تصوري الفنتيليترز يستعملوها أثناء عمليات، بالضبط أثناء عمليات لعدة ساعات فقط، والآن يخلون المرضى لمدة أسبوعين على الفنتيليتر وراها المريض تسوأ حالته، يقول يعني هي ليست كل يعني جيدة جدا. فيشوفون الدم للمريض كتب كمية أكسجين، أوكي يقررون وراها ما هي الطريقة اللي يستعملوها إذا فنتيليتر أو لا. بعدين الفنتيليتر يحتاج لك شخص واحد إلى واحد
معينة، يعني المريض موجود يمه ممرض أو ممرضة طول الوقت تتابع هذا الشخص، فتخيلي عدد الناس اللي تحتاجيهم في داخل المستشفى حتى بس يديرون بالهم على كل مريض هو داخل البلد، بعدين يحركوهم حتى لا يصير عندهم السور، لا تصير عندهم التهابات و بالضبط هالاشياء. فهي يعني الشغله متعبه جدا بالفنتليترز. غير هذا في ايطاليا من كثر ما كان عندهم نقص في الفنتليترز كانوا مسوين تو واي فنتليترز، يعني الفنتليتر تو بايبس ولكل مريض، مع انه معروف انه يعني الفنتليتر يحطونه على حسب الواحد، لكن مضطرين. وهي هي قامت شركات السيارات تسوي فنتليترز لان يحتاجوها، فانطوهم التصنيع، انطوهم الريسيبي وقالوا لهم سووا لنا هذه الفنتليترز حتى يتنفسون بها. انت ذكرتيني قبل ما نروح حق هذا، ذكرتيني خطر على بالي انا ذاك اليوم، شو اسمه، رمضان ذكر إحصائيات يعني، وقال عن طبعا هذه إحصائيات مخلوطة أنا أشوفها كذي ومو كلها دقيقة، بس لاحظي بشكل عام ها هو تكلم عن الإحصائيات ملوت الكورونا وإحصائيات الإنفلونزا. لاحظي أنا حاولت أسوي شغلة أمس as of yesterday ها على أمس، الكورونا هذا حتى أمس ها الكورونا 1,464 مليون و400 تقريبا مليون ونص، أوكي هذا من العالم، هذا كيسز بالعالم، عدد المصاب، عدد اللي عندهم كورونا فيروس جلوبال. اوكي تقريبا قاعد اعطيك كيسز ان ذا يو اس، ما علينا من يو اس، اند وي ذير هافز بين، خلينا بالدتس بس 85000، اوكي زين 85000 من كلهم الجلوبالي ماتوا، من كم واحد؟ من مليون ونص تقريبا. هذه شغلة الحين، هذه في كل العالم كل العالم الكورونا فيروس حسب قصدي الانفلونزا حسب CDC، لا سوري يا لا عيل خل نروح حق اليو اس، خلينا نروح يو اس لان مش هذاك ما خذيت الجلوبال. اليو اس تقريبا 400 cases in US. طيب of which 13,000 توفى، من 400,000 13,000 توفى. اوكي هذه كبيره شوي اكبر، هذه الاغلبيه في نيويورك، فيلادلفيا، نيويورك، هلا اماكن هذه فلوريدا بعد اوكي بعدين عندنا من الانفلونزا تقريبا نفس الفتره total cases 427 و total deaths 14,000. اوه يعني من الانفلونزا اكثر من الكورونا وفي نفس الفتره. يعني عندك وايد في نفس الفتره؟ لا يعني في الكورونا 3 أشهر فقط. اي سوري كورونا اقل اكيد 100%. صح بس مو اقل بوايد، لان هذه تبدا في اكتوبر. الانفلونزا تبدا في اكتوبر، فمش كثير يعني، جست علشان يعطيك فيلينج. بالضبط هي الفيروسات هي مشكله، بس اتس ذا سيم، مو حاسه انه نفس الشيء تقريبا؟ اي اشوف يعني. يا اكثر ليش لأنها جديدة روبي، احنا ما ندري ايش راح يصير بعدين، شنو النتيجة مالتها. الانفلونزا احنا صارنا عايشين وياها اكثر 100 سنة الان، الجسمنا اكثرية عندهم مناعة اوريدي، احنا هنا في هالحالة لا توجد مناعة. انا سؤالي مو هني،
أنا يعني هالإحصاءات شاكة فيها، مش لأنها مش صحيحة، لا يعني، أو الناس قاصدين أنها تكون مو صحيحة، لا هي ما تعطيش الصورة الصحيحة، لأن الكورونا فيروس أغلبه ما يتم تيستينج. يعني أنت ما تختبر، كثيرين مثلا يقعد بالبيت ويشفى ولا راح ما اختبر يدري ولا يعرف يعني. ولا يعرف عنه، أوكي. وفي أماكن قاعدة، في أماكن في ولايات مثلا معينة حتى ما عنده، قاعد يعالجون بس الأعراض، يعني اي ما اي يعرفون شلون يعالجونه، وتستنج كيتس ما عندهم، يعني اي اي إلا حق ناس يكونون يعني في حالة يعني خطر. بيموتون، هم اللي يسوون لهم، لأن اونلي كريتيكال كيسز يسوون اي لهم اي التست، بس مو كل واحد يسوون له تست. فيعني الأعداد نفسها، الطريقة اللي جمعوها فيها بهالطريقة، اتس ما يمكن يكون من الإنفلونزا، مات مو من الكورونا. اي اي صحيح صحيح، صحيح بس صحيح، حتى بس حتى الانفلونزا ما الإنفلونزا بيها ما بيها تيست، تيست. اكو أكو صدى. صدى، صحيح؟ بالانفلونزا كذلك لا يوجد تيست، احنا ما نروح نسوي تيست للانفلونزا، مجرد تصير عندنا الاعراض نبقى 3 ايام بالبيت او اسبوع وبعدين نطيب وخلص من عندها، والجره الثانيه نفس السنه اللي وراها او بعد سنتين. لكن هناك لقاح على الاقل. صحيح، هي الاستاتستكس هي طبعا يعني هناك الكثير يقولون مئات الالوف والملايين يموتون من الجوع في كل العالم، اطفال يموتون من الجوع وما حد مفكر بيهم، وليش هسه يسوون العالم هل الهوس على مود الكورونا. يعني هي اسئله كثيره تظهر الان في العالم، انه هل هذا حقيقي، هل هذا هو المرض للدول المتقدمه لهذا السبب هم مهتمين به، والا في افريقيا وفي الهند وفي دول العالم الثالث في امريكا الجنوبيه يموتون بالشوارع يوميا يوميا يوميا، كل ثانيه وكل دقيقه، لماذا الان هذا مهم؟ هي اسئله تظهر في كل الوقت. هو هذا مهم وهذا مهم، هذا مهم وهذا مهم. اكيد اكيد. انا ما اقول مثلا this is not my idea انه ممكن يهتم، بس انا يعني ما اريد ان اصل له، ان حتى الارقام لما تجيكم لا تصدقونها، لا تصدقونها 100%، لان فيها كثير من التشويشات. حتى الدراسه والدراسات اللي تاتيكم يعني شيء يدعو الى الامل، لكن مو معناته ان تاخذ الامور بيدك. فهذه بس فعلا فعلا، خصوصا انه المعلومات تتغير يوميا. يعني انا هسه المعلومات اللي هاي اخذتها حاولت احصلها قبل يومين، الان يمكن اذا اروح على الانترنت راح تتغير. رحت بالضبط بالضبط، فاذا دراسات ثانيه. فعلا فعلا فعلا، يمكن انا قلت اليوم معلومه اللي انا اخذتها قبل يومين او 3 ايام، بهالوقت دا يشوفون انه دا تتغير الموضوع. فيعني الموضوع حديث الولاده جدا هذا وغير معلوم، ولهذا السبب هو من ناحيه انترستنج، لان دا تشوفين الناس، لكن من ناحيه انه تغيرت حياتنا، تغيرت طريقه تعاملنا، تغيرت كثير من الاشياء. واتمنى باسرع وقت انه نرجع مثل ما كان، او يصير عندنا كلنا مناعه، اهم شيء انه يا ريت نرجع على موضوع المناعه. نعم، خلينا نشوف الحين مناعة القطيع ما هو؟ أوكي. لأنه صار عليه وايد لغط، فنبني النقاط على الفرق. يمكن أسهل شيء واحد يشبه شنو هي مناعة القطيع، يعني مثلاً أخذي نقطة حمراء في الوسط، هذه النقطة الحمراء معناها شخص مصاب بمرض معين، مرض معدي، لازم يكون مرض معدي، مرض فيروسي معدي. حوالين هاي النقطة الحمراء نقاط مثل القلادة، حواليها نقاط صفراء تحيطها مثل الجدار. هذا هو الناس اللي عندهم مناعة. فإذا هذا النقطة الحمراء اللي بالوسط حتى يريد ينشر المرض اللي بيه يحتاج ليروح إلى نقطة حمراء خارج هذا الجدار، لكن الجدار ده يخليه ما ينشر المرض. الجدار الأصفر حول النقطة الحمراء هي هذه الهيرد اميونيتي،
أو يعني حاجز عن الشخص المصاب بحيث ما يلقي له وسيط آخر ما بي فيروس ينشر المرض لإله. فإحنا أهمية هذا الموضوع اللي هي إحنا أول وتالي في وقت ما كلنا راح نمر بهذا الشيء تدريجياً وصير عندنا مناعة، وذاك الوقت لما يكون عدد نسبة الناس اللي عندهم مناعة في المجتمع لمرض معين بنسبة معينة يوصل إلى هذه العتبة الثريشولد، ذاك الوقت يتوقف بيها المرض عن الانتشار، لأن ما رح هاي النقطة الحمراء اللي بالوسط ما رح تلقي لها نقطة حمراء خارج هذا الجدار حتى تروح تنشر الفيروس لإله. الآن هذه النسبة المئوية تختلف من فيروس إلى آخر، تعتمد على سرعة انتشار الفيروس. مثلاً أحد الأمثلة هو الحصبة الميزلز اللي هي بيها مناعة، كذلك بيها مناعة قطيع تصير بمرض الحصبة اللي هو يصيب الأطفال سريع العدوى، يعني ما يحتاج لقحة وسعال حتى ينتشر، فقط الشخص الطفل صار عنده حصبة رأساً ينتشر بالهواء، يعني وينتشر من شخص إلى 18 شخص. هذه الريبرودكشن زيرو اللي اسمها R0 في مرض الحصبة هي 18، يعني شخص واحد ممكن يعدي 18 شخص بنفس الوقت وبسرعة. بهالمجتمع بهالحالة يحتاج لك 90% من أعضاء المجتمع كلهم لازم يكون عندهم مناعة حتى يتوقف هذا الشخص من نشر المرض. يعني الR0 بالضبط، الR0 للحصبة هي 18، لازم توصل إلى أقل من واحد ذاك الوقت يكون عندك أنت مناعة قطيع. فإذا بالكورونا هي الR هي 2 إلى 3، فمعناها الشخص الواحد ينشر المرض إلى شخصين أو ثلاثة حسب ما هسه لحد الآن ما مكتشفي. يحتاج هنا 60 إلى 70% من المجتمع يكون عندهم مناعة حتى يتوقف نشره إلى يعني هذا الشخص الأحمر يكون حواليه الجدار من الناس اللي عندهم مناعة، لازم يكون 60% من عندهم موجودين بحيث يتوقف هذا الشخص على الأقل، على الأقل. إلى أن نوصل لهذا العدد إحنا عندنا بعد 40 أو 30% راح ينصابون بهذا المرض، وهذا المرض هو دي يأثر على تنفسهم، على كل، يحتاجون احتمال كبير منهم يحتاجون مستشفيات. ولأن نوصل إلى هذا الشيء يكون غير طريقة واحدة هي عن طريق لقاح اللي أنت تقدرين نوصل بمثل الحصبة حتى نخلي 90% من المجتمع كلهم عندهم مناعة هي عن طريق لقاح. عن طريق المناعة بصورة طبيعية راح تكلف كثيراً من الأرواح، تكلف كثيراً من الكبار السن، من الرضع، من الأطفال الصغار، من الحوامل، من اللي عندهم أمراض مناعية، من اللي عندهم أمراض أخرى ويأخذون دواء لأي سبب آخر. هذا لو كلهم أخذيهم بنفس البناء إنه احتمال كبير رح يتأذون من هذا الشيء. فأهم شيء الآن هو إيجاد لقاح لهذا الشيء حتى نوصل إلى المناعة. هو اللي اللخبطة اللي قاعد تصير إن على إن هذا تسيسوا إن قالوا والله مش عارفة مين بوريس يلتسن عايز بوريس جونسون عايز يقتل شعبه ويقول لهم مش عارفة إيش. اللغط اللي حصل هنا إن الرئيس أو البرايم مينستر مال إنجلترا كان يشرح طريقة علمية بالضبط. هيرد إميونيتي هي وسيلة، نعم. هي الوسيلة التي إذا أنت مضطر تعملها يعني راح قصبا عليك راح تعملها، أو آخر يعني لما يطلع من إيدك بعد ما عندك شيء ثاني، هذا الشيء الوحيد هي طريقة يقول لك إياه أنه ممكن أن تنقذ 60%. أوكي، إذا أنت مثلا استغنيت عن الكمية الأخرى، هذا لما يصير طبيعيا مثل ما ذكرت. وبعدين روبي هو قالها تقريبا قبل أسبوعين، هو بالإضافة إلى هذا مين وايل
الأبحاث تقوم على أساس يسوون هذا المصل. ففي الطبيعي وبالمصل أنت تقدر تطلع تقضي على الكورونا بوقت بأقل وقت ممكن. نعم تفضل. هو اللقاح ما ممكن احنا نتغاضى عنه، لازم يكون هناك، احنا ما راح نوصل الى مناعة لكل المجتمع بدون لقاح في الوقت الحالي. وهو قالها في وقت قبل اسبوعين، كانت هي الفكرة، هي كطبيعية هي الفكرة موجودة، لكن كان مستعجل فيها وذكرها بهالطريقة، فالناس كلهم راحوا يشوفون شنو معنات الهيرد اميونيتي، معناها يريد خلينا احنا كلنا ننصاب. نسينا انه هناك الكثير 30 او 40% من الناس. أعتقد العربية وبعض الأخرى، أنا شفت العربية هي التي mistranslated it بالغلط، يعني يا بس هي من كل العالم، لأنه هو انتقد حتى من العلماء في إنجلترا بنفسهم، يعني لأن ما كان لازم يذكرها بهالطريقة أو بهالوقت اللي too soon، لأن إحنا ما كانوا يعرفون الكثير عن هذا الفيروس، ما كانوا يعرفون إيش يصير بالضبط. والفكرة، وبعدين هي الدولة، يعني الدولة الوحيدة اللي طلعت هذه الفكرة، كل العالم كان عنده فكرة أخرى. اعزلوا، ليش هم يريدون العزل روبي؟ انه الشخص اللي مصاب حتى ما ينشر الفيروس، حتى يخلي لان هذا الشخص، انت المشكله بالكورونا شيء واحد، انه احنا ما ندري متى يكون الشخص معدي. هل انا لما انا الان عندي الفيروس، يمكن قبل يومين انا كنت معدية وما كنت عارفه، لكن اليوم بديت بالسعال، اه عندي، لكن انا قبل يومين انا كنت دا اتمشى وكنت دا اطالع ويا الناس. لهذا السبب هي التركي، كلش تركي هذا الفيروس، ما عنده اعراض تطلع بسرعه، والظاهر هو لما يبدي بالعدوى هو اوريدي كان في داخل الجسم صار له فتره. طيب احنا وصلنا للساعة، صار ساعة. اي بس اوكي. اقول شغلة واحدة اللي انا توني قريتها، مش من بعيد، وهذه طبعا شيء اولي وللحين ما يعرفون شنو سببه، بس ممكن الاسبوع الجاي لما نجتمع نتشيك ونشوف شنو وين وصلوا. كوريا الجنوبية ذكرت أنها تخلصت من هذا، صار يقولون عليها الحين الويب الثاني، لا يعرفون هل نفس، وبعضهم نفس الأشخاص اللي يالهم الكورونا رجع يالهم بعد ما قالوا وتدرين، هو واحد من الأشياء إنه ما ندري إحنا هاي السترين هي، هل هي بعدها نفسها السلالة الأولى اللي قبل 3 أشهر في الصين، بالضبط هل بالضبط، اتغيرت بهالوقت؟ هل تطورت يا ويلي؟ هل يا فتخيلي يا ويلنا من المشاكل اللي راح تواجهنا منه. فما ندري شنو القصة بالضبط، لكن نشوف، نحاول نقرأ عليها. كوريا الجنوبية أعتقد هي مثال جيد بطريقتها بالسيطرة على الشيء. وأيضا ممكن يكون غلط بالحساب، لأن من احتمال نفس كبير. الحساب. نعم، ممكن. فخلنا نشوف ليه الأسبوع الجاي شنو يكون الأخبار، وخليكم معنا، وعسى أن تكونوا أحببتم برنامجنا الجديد مع الكورونا. شكرا لكم ومع بس مو السلامة. دائما راح نتكلم عن الكورونا، ولا راح نتكلم دائما عن الكورونا روبي؟ والأغلب الأوقات أغلب وتب، الأوقات. يعني أوكي ممكن نتكلم على الأشياء، جيد. أي شيء نقرأ مثلا ممكن. أوكي شكرا لكم ومع باي باي. السلامة.